فلا لك حاكم من الحكام يبتلى بمرض عضال. أطباء اليونان يجتمعون حوله ويصفون له أدوية، ولكن هذه الأدوية مو نافعة، لم تنفع، لأن الدواء كما قلنا فيما مضى ما إلى حق أن يتحرك حركة واحدة إلا بإذن الله. يستأذن الله أولا، بالنتيجة بعد مدة طويلة وبعد استفحال هذا المرض اجتمع رأيهم على أن علاج هذا الملك مرارة إنسان. يأخذون إنسان يقطعون رقبته ثم يشقون بطنه ويخرجون هذه المرارة ويعطونها لهذا الملك فيشفى هذا الملك. هذا كان رأي أطباء اليونان في ذلك الوقت. هذا الشخص له مواصفات، يجب أن يكون هكذا وهكذا وهكذا، مو أي شخص. الأفراد بحثوا عمن يحمل هذه المواصفات حتى يكون فداء لهذا الملك، فما وجدوا بعد بحث طويل إلا رجل واحد، طفل، غلام فيه هذه المواصفات. الملك طلب أبوه وأغدق عليه المال وأنعم عليه، ثم طلب منه أن يعطيه هذا الابن ليقتله. الأب إما خوفا وإما طمعا باع هذا الابن للملك. الملك أمر الجلاد، جاء الجلاد وفرش النطع، كانوا نطع يفرشوا شيء من جلد حتى الفراش لا يتلوث بالدم، وأخذ السيف لكي يقطع رقبة هذا الغلام. الطفل في تلك اللحظات نظر إلى السماء نظرة وأخذ يتمتم بكلمات. الملك ألفتته هذه الظاهرة، التفت إلى الجلاد قال توقف، ثم قال للطفل ليش نظرت إلى السماء؟ قال في الواقع مضمون كلامه أن كل أحلامي انهارت في لحظة واحدة. حقيقة واحد أحيانا يبني حياته على معادلات غير إلهية بهذا المعنى اللي ذكرنا، ومرة واحدة تنهار كل هذه المعادلات، لأن الله قال لأقطعن أمل كل مؤمل غير، ما يوصل إلى هدف، ما يوصل إلى الشيء الذي كان يريده. أنا بنيت حياتي على آمال، أشوف كل هذه الآمال انهارت في هذه اللحظة. أنا كنت أقول إذا اعتدى علي واحد من الأطفال، إذا ظلمني ألجأ إلى من؟ ألجأ إلى أمي لكي تدافع عني. إذا أمي ما تمكنت ألجأ إلى من؟ من هو الملجأ؟ الملجأ هو الأب. إذا الأب ما تمكن أن يدافع عني ألجأ إلى من؟ ألجأ إلى القاضي، لأن القاضي في هذه القضية أفتى بحلية إراقة دم هذا الطفل. يحفظ الملك ويذبح واحد من الرعية، القاضي أفتى، قاضي السلطان وعاض السلاطين أفتى بأنه لا مانع من قتل هذا الطفل حفظا لحياة الملك. كنت أشوف أنه إذا أبوي وأمي ما قدروا كنت ألجأ إلى القاضي، وإذا القاضي ما تمكن أن يدافع عني إلى من ألجأ؟ ألجأ إلى الملك. الآن في هذه اللحظة أشوف أن أبي وأمي باعوني، وأن القاضي هو الذي أفتى بإراقة دمي، وأن السلطان هو الذي يريد أن يذبحني
لكي يعالج نفسه بذلك. أنا أخطأت من البداية حين لم أعتمد على الله سبحانه وتعالى، اعتمدت على أبي وأمي والقاضي والملك. فغرورقت عين الملك بالدموع فقال اتركوا هذا الغلام. هي تلك اللحظة من التوجه إلى الله، هذا الطفل عاش حياته وتوجه إلى غير الله، ولكن هذه اللحظة من التوجه إلى الله، هذه اللحظة من العودة إلى الله أنقذته من ذلك الموت. اتركوه، أنا أموت بهذا الداء مو مهم، اتركوا هذا الطفل. وينقل أن الله سبحانه وتعالى شكر لذلك الملك هذا الموقف وأنقذه من ذلك المرض.